السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا أنواع الطلاق وألفاظه. سنتعرف على أنواع الطلاق وألفاظ الطلاق. الطلاق نوعان، النوع الأول سني، الطلاق السني. النوع الثاني الطلاق البدعي. نبدأ بالطلاق السني. الطلاق السني له حالتان. الحالة الأولى أن يطلق زوجته مرة واحدة في طهر لم يجامعها فيه. زوجته حاضت ثم ظهرت لكن لم يجامعها فطلقها طلقة واحدة. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يطلق زوجته وهي حامل، سواء كانت حامل بالشهر الأول أو التاسع. هذا الطلاق السني. الطلاق البدعي له حالتان، بدعي في الوقت وبدعي في العدد. الحالة الأولى الحالة الأولى البدعي في الوقت، كان يطلق زوجته في حيض، وقت حيض زوجته طلقها، أو في طهر جامعها فيه ولم يتبين حمل، يعني حاضت زوجته ثم طهرت وجامع زوجته بس ما تبين حامل أو لا طلقها، هذا بدعي في الوقت. الحالة الثانية بدعي في العدد، كان يطلق زوجته 3 بكلمة واحدة، أي يقول لها طلقتك في الثلاث، كذا قال كلها 3 بكلمة واحدة طلقتك في الثلاث، أو إنه يطلق زوجته 3 طلقات متفرقات في مجلس واحد، يقول أنت طالق طالق طالق، قال 3 طلقات في مجلس واحد، هذا بدعي في العدد. الحكم الطلقة بدعي محرم، ذكرنا لكم الدرس السابق. أما إذا كانت المرأة لا تحيض، أما أنها صغيرة بالسن أو كبيرة بالسن أو كانت غير مدخول بها، يعني تو متزوج لكن ما دخل على زوجته، فلا سنة ولا بدعة في الطلاق هنا، يعني ما في طلاق سني ولا طلاق بدعي. نجي إلى الحكمة من تحريم الطلاق. الطلاق البدعي، الحكمة من تحريم الطلاق البدعي، ما حرم الله تعالى شيء إلا فيه مفاسد وأضرار، وخلافه فيه منافع ومصالح، يعني ما دام الله حرمه أكيد فيه مفاسد وأضرار. ألفاظ الطلاق، ألفاظ الطلاق تنقسم إلى قسمين. القسم الأول ألفاظ صريحة، وهي يقول أنت طالق أو أنت مطلقة أو طلقتك، هذه ألفاظ صريحة، يعني خلاص كل الألفاظ هذه تدل على الطلاق، لفظ صريح. حكم هذه الألفاظ، إذا قال الزوج زوجته أحد هذه الألفاظ فإنها تطلق، يعني أي لفظ من الألفاظ اللي ذكرناها هذه قالها الزوج تطلق. القسم الثاني ألفاظ كناية. ألفاظ كناية هذه تحتمل الطلاق وقد لا تحتمل الطلاق، وهي الألفاظ التي تحتمل الطلاق وغيره، قد يفهم منها الطلاق وقد لا يفهم منها، يعني مثل اخرجي عني ألحقي بأهلك، هذه الألفاظ قد يفهم منها طلاق وقد لا يفهم منها طلاق، يعني ألحقي بأهلك يعني يومين هو يهدى يومين بعدين ترجع للبيت، هذه ألفاظ كناية غير صريحة. حكم هذه الألفاظ إذا قالها الرجل فإن المرأة لا تطلق إذا نوى الزوج بها الطلاق. إذا كان الزوج نوى بالألفاظ هذه الطلاق فإنه يقع طلاق، إذا نوى غير الطلاق فلا يقع الطلاق. طيب الطلاق بالكتابة، إذا كتب الزوج لها أنت طالق، سواء بورقة أو رسالة بالجوال، فيقع الطلاق. حديث النفس بالطلاق، لا يقع الطلاق إذا كان حديثا منه،
مثلا الزوج يفكر أو يتخيل أنه يطلب زوجته، فلا يقع حديث النفس، لا يقع الطلاق. نجي آخر شيء، تعليق الطلاق. وش يعني تعليق الطلاق؟ مثلا يقول الزوج يعلق الطلاق بفعل، مثلا يقول لزوجته إذا طلعتي من البيت فأنت طالق، أو إذا ما رجعتي للبيت اليوم الفلاني الساعة الفلانية فأنت طالق. وزوجته سوت اللي هو رفضه، مثلا قال له إذا طلعتي من البيت فأنت طالق، زوجته طلعت من البيت يقع الطلاق، إذا كان ناوي الطلاق فيقع الطلاق. أما إذا كان ناوي التخويف فقط فلا يقع الطلاق، لكن تجب عليه كفارة يمين. إلى هنا انتهينا من هذا الدرس.